يبدو أن من وهن عظمه وهن حقه، فمقترح الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين والموظفين لم يأتي إلا على من لا يملك القوة المسلحة التي تدافع عن حقه أمام الأحزاب الفاسدة التي أصبحت كالنار في الهشيم التي تأكل الأخضر واليابس. الفاسدون ناقضوا أنفسهم عندما اقترحوا استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين التي شرعت بقانون برلماني، بينما رفضوا استقطاع رواتب رفحاء بذريعة أن ذلك بحاجة إلى تشريع قانوني. النائب عن اللجنة القانونية ماجدة التميمي أكدت أن إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد والذي جرى بشكل مفاجئ أدى إلى مشكلات كبيرة في الدولة بسبب قانون التقاعد الجديد، لافتة إلى أن قرار الإحالة كان متخبطا لأن الدولة تعاني من ضائقة مالية وتتسبب بتكديس المعاملات والمطالبات المالية. وعلى الرغم من أن رواتب المتقاعدين كانت تستقطع أثناء فترة الخدمة لصندوق هيئة التقاعد العامة، إلا أن مراقبين انتقدوا مقترح الاستقطاع لعدم شرعيته القانونية، ليأتي بعد ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ويتبنى المتقاعدون والفقراء عندما قال إنهم أهلي وإنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي، ولن نسمح بأن ينام عراقي ليله مظلما قبل أن توفي الدولة التزاماتها، وأن رواتب المتقاعدين سوف تدفع. العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد والحكومة في خدمتهم.